بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: وما له معين أو ظهير، وما له ند ولا نظير. يقول: وما له معين، أي إن الله سبحانه وتعالى ليس له معين في خلقه، فلا وزير ولا معين، ولا يحتاج إلى شيء من ذلك، لا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى معين من خلقه أجمعين. وما له معين أو ظهير، كذلك ليس له ظهير، والظهير هو المؤازر الذي يشد ظهر الإنسان ويقويه. والله جل جلاله هو الغني الحميد، وهو غني عن خلقه أجمعين. ولذلك قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وما له معين أو نظير أو ظهير، وما له ند ولا نظير، كذلك ليس له ند. والند هو المكافئ المقابل للمخلوق، الله عز وجل لا مقابل له، فليس وما له ند ولا ظهير ولا نظير. فالند المقابل والنظير المماثل، وكل ذلك مستحيل على الله، فهو سبحانه وتعالى الغني عما سواه، وكل شيء مفتقر إليه. ولم يكن يؤوده حفظ السماء والأرض أو يعجزه من فيهما، كذلك لا يؤوده حفظ السماوات والأرض، لا يؤوده حفظ السماوات ولا يؤوده حفظ الأرض كذلك، فهو الذي يحفظهما وما فيهما. وآده الأمر يؤوده، أي بلغ منه مبلغا من الجهد والمشقة. والمقصود بذلك أنه لا يكلفه حفظ السماوات والأرض وما فيهما. ولذلك قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا يؤوده حفظهما، أنا لا يشق عليه ولا يتعبه، وهو العلي العظيم. لم يكن يؤوده حفظ السماء والأرض، ولم يكن يؤوده حفظ السماء والأرض، والمقصود السماوات كلها والأرضين كلها وما بين ذلك. أو يعجزه من فيهما، كذلك لا يعجزه من فيهما، فكل من فيهما من الخلائق تحت سلطانه وجبروته، ولا يعجزه أحد منهم، ولن نعجزه هربا، معناه لا يمكن أن يمتنعوا من حكمه وتنفيذ أوامره، فلا يمكن أن يقع في السماوات والأرض وما بينهما إلا ما شاءه سبحانه وتعالى. لم يعي بالخلق ابتداء من عدم، كذاك لا يعيا بإحياء الرمم. لم يعي بالخلق ابتداء من عدم، هذا الخلق له نشأتان، النشأة الأولى والنشأة الآخرة. فالنشأة الأولى هي أن الله أنشأه من العدم، فخلق السماوات والأرض وخلق الخلائق كلها، وأصل ذلك في الستة الأيام الأول من شأن الكون، من إنشاء الكون. وفي ذلك يقول الله تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين،
فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فقد خلق في هذه الأيام الست الأول من الكون 4 أنواع، هي العالم العلوي، وأربعة أنواع هي العالم السفلي، وذلك أصل الخلق كله. فقد كان في هذه الأيام الست الأولى، وكان قادرا على أن ينشئه جميعا في طرفة عين، ولكنه أراد للعالم أن يبنيه على السنن، ومن هذه السنن سنة التدرج، وهي من السنن الكونية الحاكمة للكون. فهذا الكون مبناه على التضاد والتقابل، فكل ما فيه إنما يكون مبنيا على التضاد والتقابل. فالبشر من ذكر وأنثى، وكذلك الشجر والحيوانات، وكذلك العالم العلوي يقابله العالم السفلي، وكل شيء من العالم العلوي يقابله شيء من العالم السفلي. فكل ذلك من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى وتدبيره لهذا الكون. والنشأة الثانية هي إنشاء الخلق بعد العدم، كإحياء الأموات وبعثهم بعد الموت، فهي النشأة الآخرة، وقد استدل الله بها على البعث بعد الموت. فقد قال تعالى في سورة ياسين: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وهذه النشأة الأولى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، وهو من أدلة البعث بعد الموت، وهي كثيرة، لكن في هذه الآيات من خواتيم سورة ياسين ذكر الله 7 أدلة من أدلة البعث بعد الموت. فمنها النشأة الأولى، فهي دليل قاطع على النشأة الثانية، وكذلك الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر، وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، وكذلك الاستدلال بإخراج الضد من ضده، فإنه قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فهذا إخراج الضد من ضده، الشجر الأخضر يخرج الله منه النار التي تحرقه. وكذلك الاستدلال بتمام قدرته سبحانه وتعالى، والاستدلال بتمام علمه، والاستدلال بالقسم الذي بينه ببلاء قوله: لا يعلم، وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. ثم الاستدلال بأنه لا يخلق بالمعالجة والمكابدة، وإنما يأمر فيخلق الخلائق بأمره وكلماته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذاك لا يعيا بإحياء الرمم، كما أنه أنشأ الناس النشأة الأولى من العدم، فكذلك يستطيع أن ينشئهم النشأة الآخرة من العدم بعد أن كانوا، بل النشأة الآخرة أهون في الأصل من النشأة الأولى، كما قال سبحانه وتعالى: وهو أهون عليه. والمقصود بذلك أن الشيء الذي أنشئ من غير مثال سابق من المتصور عقلا أن يكون الشيء الذي أنشئ على مثال قد سبق أسهل منه، ولكن المقصود أنه هو سبحانه وتعالى كل ذلك سواء عنده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واستدلاله بالنشأة الأولى أيضا في سورة الواقعة في بيان لذلك، قال سبحانه وتعالى: فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. كذاك لا يعيا بإحياء الرمم،
لا يعيا معناه لا يعجزه إحياء الرمام كما قال سبحانه وتعالى في سورة قاف، فقد أقسم على البعث فقال قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أفعينا معناه هل عينا والمقصود بذلك أفأعيانا وأتعبنا وأعجزنا أن ننشئ الخلق النشأة الأولى بل هم في لبس من خلق جديد أي أهم في لبس من خلق جديد فلذلك لا يعجزه شيء من هذا ولهذا قال كذاك لا يعيا بإحياء الرمم والرمم جمع رمة وهي في الأصل تطلق على العظام الرميم والتي رمت وأكلتها الأرض بليت كما تطلق الرمة على القبر فالرمة بالكسر القبر والرمة بالضم الحبل وقد بين قدرته على ذلك سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء من خلقه كذاك لا يعيا بإحياء الرمم يحدث ما يشاء من خلق ومن ذكر فما أحدث من ذكر يقن أن ليس مخلوقا لأن المحدث الإنزال أما الذكر فهو لم يزل يقول إنه سبحانه وتعالى يحدث ما يشاء من نوعين أحدهما الخلق وإحداثه بمعنى إنشائه وخلقه والنوع الثاني هو الذكر وهو الوحي الذي ينزله من كلامه فإنه معنى إحداثه أنه يتكلم به متى شاء وينزله متى شاء فلذلك قال يحدث ما يشاء من خلق وهذا الخلق الحادث المخلوق ومن ذكر هذا ليس مخلوقا وإنما أحدث إنزاله فلذلك قال ومن ذكر فما أحدث من ذكر كالقرآن والتوراة والإنجيل والكتب المنزلة كلها فما أحدث من ذكر يوقن أي أوقن وقطع بذلك أن ليس مخلوقا فليس كلام الله مخلوقا وإنما هو كلامه سبحانه وتعالى يتكلم به كما يليق بجلاله قال لأن المحدث الإنزال أما الذكر فهو لم يزل فإنه يحدثه لأنه قال سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وكما قال ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين والمقصود بالإحداث هنا الإنزال فما أحدث من ذكر يقن أن ليس محدثا لأن ليس مخلوقا لأن المحدث الإنزال أما الذكر فهو لم يزل فالكلام لم يزل فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما بما شاء إذا شاء كيف شاء وليس كلامه ككلام المخلوقين فلذلك قال بل علم القرآن والإنسان خلقه علمه البيان بل علم القرآن كما بين ذلك في كتابه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال بل علم القرآن والإنسان خلقه أنه قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فلو كان الذكر والخلق لو كان الذكر مخلوقا كسائر المخلوقات لقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وقال أيضا خلق القرآن وما قال ذلك فدل ذلك على أن القرآن غير مخلوق وأن الإنسان مخلوق قال بل علم القرآن والإنسان خلقه
علمه البيان، فالإنسان علمه الله البيان فعلمه ما هو محتاج إليه مما خاطبه به، لأنه قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وهذا دليل على التفريق بين القرآن والمخلوقات، فالقرآن غير مخلوق بدليل التفريق. ثم قال ينسخ ينسي ما يشاء يبدل الله أعلم بما ينزل، فإنه ينسخ من الوحي ما شاء، ولذلك قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا النسخ يشمل نسخ الشرائع بكاملها والنسخ في داخل الشريعة الواحدة، فنسخ الشرائع كالشرائع السابقة، والنسخ داخل الشريعة الواحدة كما نسخ من هذا الدين بعد نزوله، فيكون نزوله تمهيدا ورأفة بالعباد ورحمة بهم في وقت معين، ثم بعد ذلك يتجدد للعباد حال يقتضي تجديدا في التشريع، فينسخ ذلك الحكم ويؤتى بحكم جديد. وهذا النسخ من تمام العلم، ولا يحدث شيئا جديدا لله سبحانه وتعالى. وهذا رد على اليهود الذين يقولون بالبداء، أي أن الله يظهر له شيء لم يكن عالما به تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل إنه لم يتجدد له أي علم، ولكن علم أن هذا الوقت يحتاج فيه الناس إلى تشريع معين، ثم بعد ذلك ينزل لهم ذلك التشريع الذي يناسب الطور الجديد، كما قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فخفف الحكم وجاء ذلك التخفيف بعد تطور الإسلام وانتشاره. ينسي ما يشاء، كذلك ينسي ما يشاء من الوحي، والمقصود بإنسائه إما تأخيره فيؤخر بعضه عن بعض في الترتيب، ولذلك ترتيب المصحف اليوم ليس هو ترتيب النزول. وقيل المقصود ينسيه أي ينسيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنسى أو لا أنسى لأسن، وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وتفسيره بالتأخير هو على القراءة الأخرى ننسأها، ننسأها بمعنى نؤخرها. وذلك كله من علم الله سبحانه وتعالى ومن لطفه بالعباد. ينسي ما يشاء يبدل، كذلك يبدل ما يشاء من الأحكام، وذلك هو من جنس النسخ أيضا، كما قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وهذه آية سورة النحل، وقد أشار إليها بقوله والله أعلم بما ينزل، فهذا هو لفظ الآية إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ويتكلم متى شاء بما شاء كما شاء لو أن الكلمة مداده البحر بسبعة أمد وشجر الأرض قلام ما نفد. يقول إنه سبحانه وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله ليس ككلام المخلوقين، وقد أثبت ذلك لنفسه، أثبت القول والكلام لنفسه، فقال حتى يسمع كلام الله، قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. قال فلما قال وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فإنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كما شاء، وذلك مقتضٍ أن لا نبحث عن الكيفيات، فهي على مشيئة الله
ونحن عاجزون عن تصور ذلك. يتكلم بما شاء كما شاء. لو أن الكلمة ويتكلم متى شاء معناه بالوقت الذي يشاء، بما شاء معناه من الكلام، كما شاء معناه على الكيفية التي تليق بجلاله وعلى ما يشاء هو. لو أن الكلمة مداده البحر، لو أن كلمات الله مدادها البحر، مداده البحر، والكلم جنس واحدته كلمة، لو أنه مداده البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسبعة أمد، كذلك قال سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لذلك قال: بسبعة أمد وشجر الأرض قلام ما نفدت كلماته، ما نفد كلامه. والمقصود هنا الكلمات الكونية التي لا يتعدها بر ولا فاجر، وهي التي يخلق بها الخلائق، فلا يتقع حركة ولا سكون ولا موت ولا حياة ولا رزق ولا خلق في هذا الكون كله إلا بهذه الكلمات، ولذلك لا تنفد أبدا ولا يتعدها بر ولا فاجر. فإذا قال للبر مت يموت، وإذا قال للفاجر مت يموت. فلذلك هي الكلمات التكوينية. والقلام هي الأقلام ما نفد كلامه. ورحمة سكت عن أشياء من غير نسيان على ما جاء، كذلك من صفاته السكوت، فإنه سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، كما جاء في الحديث. وهذا الحديث يشهد له حديث آخر، وهو: وما سكت عنه فهو إما عفى عنه. فكلاهما يتعاضدان، وفيهما دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يسكت عما يشاء. والمقصود بذلك ما لم ينزل فيه حكما من الأمور التي تبقى على أصل الجواز، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. فلذلك قال: ورحمة سكت عن أشياء، أي أنه سكت عن أشياء رحمة بعباده من غير نسيان، لم ينسها ولم يهملها، وإنما رحم عباده بذلك على ما جاء في الحديث، وهي إشارة على لين في الحديث، ولكنه يعضده الحديث الآخر. أحاط بالناس، كذلك هو قد أحاط بالناس، فالقلوب كلها بين إصبعين من أصابعه، والأرواح كلها بيده بيمينه متى شاء أخذها، فهو محيط بالخلائق كلها. وقد قال الله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. والمقصود بالإحاطة هنا تمام العلم وتمام القدرة. وأينما يول مستقبل فثم وجه الله جل. ومن تمام إحاطته وسعته سبحانه وتعالى أنه لا يشغله شأن عن شأن، ولا يشغله أحد عن أحد، ولا يشغله داع عن داع، فكل مصل فإنما يستقبله تلقاء وجهه أيا كان، فيستقبل مليارات المصلين من الملائكة ومن البشر في السماوات وفي الأرض، ويستجيب دعاء الداعين لهم جميعا، ولا يشغله أحد منهم عن أحد، وكل ذلك من تمام قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أينما يول مستقبل معناه أينما يولي في أي اتجاه، فثم وجه الله جل. فإن إذا كان أحدكم يصلي فلا يمتخط تلقاء وجهه، فإن ربه أمامه، فهو يستقبل كل مصل. وانظروا إلى هذه المليارات من الملائكة والأعداد غير المحصورة، بل الخلائق الأخرى من الجبال وحصى الأرض وذرات الهواء كلها تسجد لله سبحانه وتعالى. وما من مصل أيا كان من هذه الخلائق إلا وربه أمامه سبحانه وتعالى، وهذا دليل على مخالفته للحوادث، وأنه لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبهه هو شيئا من خلقه. فلذلك قال: أحاط بالناس وأينما يول مستقبل فثم وجه الله جل.
قد استوى إلى السماء واستوى بعد على العرش بخلف المحتوى. هذا إثبات لفعل من أفعاله سبحانه وتعالى وهو الاستواء، فقد أثبته الله لنفسه في استوائه إلى السماء، فقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والمقصود بذلك أصل خلق السماء عندما خاطب الله السماوات والأرض وهن دخان، فكان ذلك بداية خلقه للسماوات والأرض. وهذا الاستواء هنا معدا بإلى، فقال قد استوى إلى السماء، لأنه سبحانه وتعالى قال ثم استوى إلى السماء. واستوى بعد على العرش، هذا معدا بعلاء وهو الاستواء على العرش، فقد قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وذلك من تمام علوه سبحانه وتعالى، فهو مستو على عرشه بائن من خلقه. واستوى بعد على العرش بخلف المحتوى، معناه باختلاف ما بين الاستوائين، لأن هذا معد بعلاء وذلك معد بإلاء، فالمعدى بإلاء ليس كالمعدى بعلاء، فالمعدى بعلاء يقتضي ظهورا وعلوا، والمعدى بإلاء يقتضي تنزلا، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فلذلك قال وليس كاستوائنا نحن على الفلك والأنعام بل العرش حمل وحامليه. ليس استواء الله كاستواء المخلوقين، فاستواء المخلوقين حركة منهم وانتقال من مكان إلى مكان ومن حيز إلى حيز، ولا يستطيعون الجمع بين حيزين لأن ذلك من صفات المخلوقين. واستواء الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته كما أثبته لنفسه، ولا نبحث عن كيفيته ولا نعلق قلوبنا بذلك، فهو خارج عن قدرة القلوب ولا يمكن أن تصل إليه، لكن لا بد من تنزيهه عن مشابهة المخلوقين، ولا بد من إثبات ما أثبته سبحانه وتعالى. فلهذا قال وليس كاستوائنا نحن على الفلك، والفلك السفن، والأنعام التي نركبها إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. إذا استويتم عليه معناه ركبتم عليه، فهذا استواء منا نحن بركوبنا بإخلاء حيز منا وشغل حيز، وذلك هو استواء المخلوقين. أما استواء الله فهو على ما يليق بجلاله وهو مخالف لذلك. ولهذا قال وليس كاستوائنا نحن على الفلك والأنعام بل العرش حمل وحامليه. بل العرش حمل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت العرش ويثبت السماوات ويثبت الخلائق كلها، لا يثبت شيء منها إلا بأمره سبحانه وتعالى وقدرته. ولذلك فإنه سبحانه وتعالى قال ولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال سبحانه وتعالى ولم يروا إلى الطير مسخراتهم في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال تعالى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وكذلك العرش، فكل هذه الخلائق هو الذي يمسكها أن تزول ولا تستقر إلا بأمره سبحانه وتعالى. ولهذا قال بل العرش حمل وحامليه. حملة العرش وهم من أعجب خلائق الله وأضخم الخلائق وأضخم الملائكة الكرام، وقد جاء في الحديث أن ما بين حلمة أذن أحدهم وما بين ظلفه مسيرة 500 عام للحجر الصلد الهاوي. و حملة العرش ثمانية كما قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهم من أضخم الملائكة وأقواهم، وقد خلقهم الله سبحانه وتعالى لذلك، ولكن هو الذي يحملهم لأن كل ما لا يستقر على حيز إنما يثبته الله سبحانه وتعالى
فكما ثبت الله هذه الأرض في هذا الفضاء الذي تجري فيه، وكما ثبت الله الشمس والكواكب، وكما ثبت السماوات، وكذلك ثبت العرش فوق ذلك كله، وثبت حملة العرش أيضا، فكل ذلك بأمره سبحانه وتعالى وقدرته وإرادته، فللعرش حمل وحامله. وإلى دنيا السماء ينزل كل ليلة، كذلك ينزل الله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى دنيا السماء أي السماء الدنيا كل ليلة، وذلك حين يبقى ثلث الليل فلا يزال يقول: ألا من يدعوني فأستجيب له، ألا من يسألني فأعطيه، ألا من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وذلك من صفاته من أفعاله، فإنه سبحانه وتعالى يفعله ولا يمكن تكييفه، فلا يمكن أن تصل العقول إلى كيفية ذلك. ولهذا فأهل الشرق وأهل الغرب وأهل السماوات وأهل الأرض يختلف ثلث الليل بينهم اختلافا بينا، فما من ساعة إلا وهي ثلث الليل في مكان معين، وذلك لا يصل العقل إلى إدراكه لأنه من الكيفيات، والكيفيات حجب عنها العقل فلا يعرفها، وإنما أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى دنيا السماء ينزل كل ليلة لا مثل ما ينزل مخلوق، أنه ليس نزوله كنزول المخلوقين، لأن المخلوق يخلي حيزا ويشغل حيزا، الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، بل هو في نزوله، هو علي في دنوه وقريب في علوه، فكل ذلك من أمره سبحانه وتعالى. فلهذا قال: لا مثل ما ينزل مخلوق بإخلاء حيز منه وشغل حيز، فميزي، لا بد أن تميز بين نزول الله ونزول المخلوقين، فكل على ما يليق به، فالمخلوق نزوله أن يخلي حيزا ويشغل حيزا آخر غيره، والله سبحانه وتعالى محيط بذلك كله، وليس نزوله كنزول المخلوقات، بل هو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو قريب في علوه، وهو أيضا علي في دنوه، فحتى وهو في نزوله هو العلي فوق ذلك كله، وفي علوه أيضا هو القريب في كل ذلك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وذلك يشمل الثلث الأخير من الليل وغيره، فهو سبحانه وتعالى قريب مجيب في كل هذه الأوقات، ولكنه خص الثلث الأخير من الليل بهذا الفعل، وهو فعل كمال وتمام ومدح في حقه سبحانه وتعالى. وهو العلي لا تحده جهة، ضل المعطلة والمشبهة. كذلك من صفاته أنه العلي، وهذا إثبات لصفة العلو لله جل جلاله، وقد أثبت هذه الصفة لنفسه في 18 آية من كتابه، وكذلك في أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يصل إلى 130 حديثا صحيحا في إثبات العلو لله جل جلاله، وأنه هو العلي الكبير. فلذلك قال: وهو العلي، فهو علي حتى في وقت النزول وفي كل الأوقات، لا تحده جهة، لا يمكن أن تحيط به جهة من كل جانب، لا يمكن أن يحيط به شيء من خلقه، فهو أكبر وأعلى، والخلائق كلها لا تصل منه إلى ذلك. فلذلك قال: هو العلي لا تحده جهة. وحينئذ ضلت طائفتان من الناس، ضل المعطلة الذين ينفون هذه النصوص وينكرونها أو ينكرون معانيها، والمشبهة الذين يجسمونه فيشبهونه بخلقه، وحينئذ يبيحون في حقه شغل مكان منه وإحاطة مكان به أو استقراره في مكان دون مكان، وكل ذلك مستحيل في حقه سبحانه وتعالى، بأنه وسع المكان والزمان وأحاط بكل ذلك، وهو موجود ولا زمان ولا مكان، وهو باق كذلك ولا زمان ولا مكان، فلا يمكن أن تحده جهة. والإشارة إلى جهة العلو في الدعاء ونحو ذلك فطرة فطر الله الخلائق عليها، وهي لتعظيمه سبحانه وتعالى،
ففرعون قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، ولم يقل احفر لي بيرا. والجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله أشارت بإصبعها إلى السماء. ولكن تصوروا أن جارية أخرى في ما يقابل تلك الجارية أقدامها تقابل أقدام تلك الجارية في الجهة الأخرى من الأرض، فإنها أيضا تشير إلى السماء في حقها، فيكون إصبع هذه في اتجاه وإصبع الأخرى في اتجاه، وكل ذلك صحيح، فإنه سبحانه وتعالى فوق السماوات والأرضين وفوق الخلائق أجمعين، ولا تحده جهة من ذلك. وبهذا يفهم الإنسان مخالفة الله للمخلوقين، ويفهم أن ما قاله الله حق وما قاله رسوله حق، وأن العقل لا يدرك كيفية ذلك ولا يمكن أن يحيط به. فلهذا فالجارية عندما أشارت بإصبعها إلى السماء وصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعتقها فإنها مؤمنة، ومع ذلك فإنه لو قدر أن جارية أخرى في مقابل ذلك الاتجاه من الأرض في أمريكا مثلا وسئلت لما أشارت إلى جهة الجارية الأولى بل تشير إلى سمائها هي، وهي عكس ذلك الاتجاه تماما، فيكون إصبع هذه إلى اتجاه وإصبع تلك إلى اتجاه معاكس له، وكل ذلك حق. والله سبحانه وتعالى علي فوق كل بلد وفوق كل مكان وفي كل زمان. فلهذا قال: لا تحده جهة، ضل المعطلة والمشبهة. فالطائفتان كلتاهما خالفت النص، فالمعطلة أنكرته أو أنكرت معناه، والمشبهة فسرته بما ليس بمعناه وحملته على غير مراده وقالت على الله بغير علم، وأثبتت له ما يستحيل عليه. ضل المعطلة والمشبهة. بهذا نقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد، ونصل إلى الإيمان بالرسل والكتب. وبهذا قد أتينا على الإيمان بالله جل جلاله بأنواعه، والله يكرمكم ويتقبل منكم ويفتح لنا ولكم ويرزقنا وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله.